عزيزي المشاهد الكريم، في برنامجك مستني ايه؟ سنتحدث اليوم عن موضوع غريب، وهو موضوع اغرب الاختراعات، الابتكارات. يا ترى ما هي الاختراعات الغريبة التي من حولنا والتي توصل اليها الانسان؟ هل هذه اختراعات للخير ام للشر؟ للبناء ام للهدم؟ هل هي مؤثرة؟ وهل تأثيرها وصل إليك؟ هل تأثيرها وصل إلى بيتك؟ هل هي مؤثرة على مجتمعك؟ يا ترى ما هي هذه الاختراعات؟ وإيه موقفنا من هذه الاختراعات؟ وإيه موقف الله من هذه الاختراعات؟ عزيزي استنى معانا في برنامجك مستني ايه. خلق الله الإنسان وأعطاه سلطان أن يحب، أن يفكر، أن يتعلم، أن يتسلط على الأرض. أعطاه عقلاً ليزن الأمور بحكمة ويعمل بحنكة. لكن أول ما فكر فيه الإنسان بهذا العقل الراجح هو كيف يكون مثل الله؟ فأكلت حواء الثمرة طبعاً، وتبعها آدم طوعاً، وبنى الشعب برج بابل آملين في الوصول إلى أطراف السماء، وقتل هابيل أخاه، وخدع يعقوب أباه، وعبد الشعب إلهاً آخر سواه. فكانت البداية بداية النهاية. عزيزي المشاهد الكريم، أهلا وسهلا بيك في برنامجك مستني إيه؟ الحقيقة النهاردة هنتكلم عن موضوع غريب، وهو موضوع أغرب الاختراعات، أغرب الابتكارات. الحقيقة أنا قعدت أبص إيه الابتكارات والاختراعات اللي طرأت على الساحة في الأيام الأخيرة. فمنذ فترة قريبة قريت ان شركة سوني أريكسون تطرح بطاقة كمبيوتر قادرة على الاتصال بأربعة أجيال من تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية. أنا مش هكلمك على الإنترنت ولا الابتكارات الخاصة بالكمبيوتر أو الاتصالات اللاسلكية أو غير أي حاجة كوميونيكيشنز، لكن أنا هكلمك عن أغرب الاختراعات اللي تستغرب وأرجوك تمتلك أعصابك وأنا أتحدث عنها. الاختراعات هي اختراعات للأسف. أولاً في مزمور 50 اسمها اختراعات الغش. غش إيه؟ غش تجاري؟ نعم. غش في الموازين؟ نعم، موازين غش. كتاب قال كده في كلمة الله في سفر الأمثال، إنها موازين غش. هل غش باللسان؟ نعم، بيغش باللسان. كتاب بيقول أنعم من الزبدة فمه وقلبه قتال، ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة. حاجة غريبة، غش باللسان؟ نعم، غش في الموازين، موازين غش كتير، ياما موازين غش. في سفر التثنية ربنا حذرنا، وفي
وفي الأمثال أصح 11 بيبين موازين غش كتير، في موازين، في مقاييس، في مكاييل، في أشياء كتير احنا بنشوفها. هل غش في الجودة؟ في الجودة لبعض المواد أو بعض الثياب أو بعض الأجهزة أو بعض الأطعمة أو أي شيء من هذا أو ذاك؟ طبعا غش 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 غش. لا، ده في غش أصعب من كده، غش القبلات. يقول الكتاب في سفر الأمثال: أمينة هي جروح المحب. طيب وبعدين؟ وغاشة هي قبلات العدو. قبلات العدو، إنه اختراع غش زي ما قلت في مزمور 50. اختراع الثاني أشر، اختراع الإثم. مزمور 64 عدد 6 وأمثال 4:16، اختراع الإثم أي الخطية. بيقول إنهم دبروا أو خططوا أو تمموا اختراعا محكما وداخل الإنسان وقلبه عميق. اختراعات، اختراعات إثم. الاختراع الثالث هو اختراع الشر، أمثال 14 عدد 22. شيء مؤلم، وأنا بقول لك الكلام ده، شيء أليم، شيء حزين، شيء يدمئ القلب، يضايق النفس. أما يضل مخترع الشر، ضل، ضلال، يضل. العالم بيتقدم إلى ضلال. وفي الأيام الأخيرة التي نحن نعيش فيها وصارت قرعتنا فيها، يقول الكتاب إنهم مضلين ومضلين. اسمهم الناس الأشرار المزورين، الناس اللي بتغوي، الناس فاسدة الذهن، الناس اللي بيخترعوا شر، بيخترعوا أجهزة، بيخترعوا أفلام، بعض الأفلام الغير مسؤولة، بيخترعوا تواجد أناس في أماكن غير مسؤولة لممارسة الشر، إن كانت دعارة أو عهارة أو نجاسة أو زنا أو فسق. إنهم كما قيل في رسالة روميا الأصحاح الأول والعدد 30 مبتدعين شرورا. إبداع، مش إبداع هندسي، مش إبداع في زخارف أو ديكورات رائعة كما نجد في بعض الاستديوهات أو بعض المباني والتشييدات، لكن إبداع في الشر. أنا أتأثر جدا وأنا أتكلم عن مبتدعين شرورا أو أغرب الاختراعات التي أجدها، إن كانت غش أو إن كانت إثم أو إن كانت شر. لكن يوجد اختراع رابع، هو اختراع المفاسد كما ذكر في مزمور 52 وعدد 2. مفاسد، الساتر، مفاسد، فساد. هيدي ايه الانسان ده عايش في فساد؟ فساد اخلاقي، فساد ادبي، فساد في السيره، فساد في العلاقات. اختراع الخامس الافكار الرديه، قلب ينشئ افكار رديه، مثال 6:18. الخمس الاختراعات دي ان كان غش او اثم او شر او مفاسد او افكار رديئة، تحت عنوان مبتدعين شرورا. آهي على الاختراعات الضارة جدا، آهي على الاختراعات المؤثرة المدمرة على الانسان، آهي على الاختراعات المؤذية، آهي على اختراعات التي فتكت بحياة بشر كثيرين. وأنا بقول لك الكلام ده منساش في التاريخ لما ندرس في الحروب، خاصة الحروب العالمية. كلنا نعرف إن الذي ألقى القنبلة الذرية في هيروشيما ونيجازاكي
وهو بيلقيها ومجرد ما بيشوف تأثيرها أصيب بالجنون وانتحر. أصيب بالجنون وانتحر لأنها اختراعات شر، اختراعات مفاسد، اختراعات أفكار رديئة، اختراعات بتضر الإنسان. حتى التقدم التكنولوجي في الأسلحة المتقدمة النووية الهيدروجينية الذرية وغيرها إنها اختراعات شر. عزيزي، وأنا أتكلم عن أغرب الاختراعات، اختراعات الشر بصور وألوان وأشكال. بسأل نفسي إيه موقفي من هذه الاختراعات؟ ماذا أفعل أمام هذه الشرور؟ عشان أكلمك بكل أمان في برنامج مستني إيه؟ أرجوك بلطفك تستنى معانا عشان نواصل بعد هذا الفاصل. مستني إيه؟ تعاظم الإنسان وتعظم. ونسي أنه مخلوق ضعيف، أنه نفخة من الله القدير، وأن حياته بخار، مجرد بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فتكبر وتجبر واعتقد أنه يستطيع أن يتحكم في الكون، في صنيعة الله، فاخترع الآلات ووضع معادلات ليخلق حياة وينهي حياة. يقلد وجوه وعقول، يحيل الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، يتحكم في الأجنة التي تنمو في الأرحام، ويتسلط على الفكر والأفكار إلى أن نسي الخالق، وأطلق من داخله وحش كاسر متسلط لا يجد من يردعه. إنها نهاية مأساوية لبداية حتمية، نهاية تدعونا لهذا التساؤل. مستني إيه؟ مشاهدي العزيز، لطفا منك أن تكون انتظرت معنا في هذا الوقت. قد أتخيل أن في شخص آخر لسه داخل مباشرة إلى بيته وبيفتح التي في قدامه أو التلفزيون وعايز يعرف ملخص ما سبق. نحن نتحدث في برنامج مستني إيه تحت عنوان أغرب الاختراعات، ونتحدث مبتدعين شرورا. تحدثنا عن 5 اختراعات أليمة: اختراع الغش، اختراع الإثم، اختراع الشر، اختراع المفاسد، اختراع الأفكار الرديئة. وشفنا بعض الصور الأليمة سواء في الحروب أو سواء في البيوت التي تؤثر على الصحة الروحية والنفسية والبدنية للكيان البشري. لكن عزيزي المشاهد الكريم، توقفنا على ما هو موقفنا أمام اختراعات شريرة من حولنا. أنا الحقيقة بصيت في واحد كده كان في ظروف قاسية حواليه من نواحي كثيرة، وجي قدام ربنا كده قال له تحفظني من الشر حتى لا يتعبني.
تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. هذا الشخص اسمه غريب شوي، اسمه يعظيس. يعظيس ذكر في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 4 في كلمة ربنا، في سفر من الأسفار المعروفة. هذا الرجل كان متميز عن أسلافه، كان متميز في جيله برغم الشر الذي يزداد في أشكاله أصنافه وألوانه من نواحي كثيرة، برغم التقدم العلمي مع إفادته الواضحة للإنسان، لكن له أثار جانبية من أضرار. هذا الرجل الذي يتحدث عنه يا عظيص دعا إلهه، صلى إلى إلهه، له علاقة بإلهه، وقال لإلهه ليتك تباركني، وكأنه يقول له باركني وأنا محتاج ليك أن تباركني في الشر من حولي، إن أنا أبرك أمامك لكي أتبارك منك، أبرك تتبارك وتوسع تخومي رغم ضيق العيش، فمعناه حزن أو ألم أو تعاسة. وسمته أمه بهذا الاسم يعظيص، لأن ولدته بألم، قد تكون تألمت في ولادته، قد تكون خسرت زوجها قبل ولادته، خسرت حقلها، خسرت مالها، فقدت الكثير والكثير. وقد تسمعني أم أو أخت وتجتاز في ظروف مماثلة، الشر من حولها والإغواء من حولها والرذيلة من حولها، علاجي أمام اختراعات الشر التي من حولنا أن تبدأ بعلاقة مع الله. ليتك تباركني، تباركني في اسمك، تباركني في شخصك، توسع تخومي رغم ضيق العيش، تحفظني من الشر رغم ازدياد الشر. لماذا؟ حتى لا يتعبني. أعزائي، هل نقدر بتركيز وبإمعان تأثير الشر المتعب علينا؟ المتعب على الفكر، المتعب على القلب، المتعب على الحياة، المتعب على تاريخ وشجرة العائلة، حتى لا يتعبني. ثم إلهه العجيب يأتي بالطلبة، فأتاه الله بما سأل. يا أخي، وأنا أقول لك هذه الكلمات، أقول إن العلاج قريب جدا جدا بواسطة الرب القريب. أقول العلاج أمام كل اختراع شر إنك بانكسار قلبي، القلب المنكسر والمنسحق، لا تحتقره يا الله. تعال بانكسار، تعال بانسحاب. في الواقع لا أنسى صديق لي عزيز كان مجتاز في محنة والشر من حوله، وشاركته في تلك المحنة، ولا أنسى إن ركعت بجواره لنصلي، وصلى لإلهه هذه الكلمات، قال له يا رب أنا جاي لك بقلب منكسر منسحق، وأشكرك لأنك كسرتني وسحقتني في هذه التجربة، في هذه المحنة، لكن احفظني، نجيني، خلصني، ارفعني، انت شلني. وفي الظرف الأليم بعد ساعات، بعد ما غادرته، يتصل بي تليفونيا وقلبه يتهلل، الله أتاه بما سأل. الحقيقة أنا ما أعرفش إيه الشر اللي بيحيط من حولك. الحقيقة أنا مش فاهم إيه الشر اللي ممكن بيدور في تخيلك وفي خلدك. إيه الشر اللي في المدرسة؟ إيه الشر اللي في الجامعة؟
الشر اللي في البيت، الشر اللي في الوظيفة والعمل، الشر اللي في الطرق والسياجات، الشر اللي في الميادين والساحات، الشر في الغرف اللي بتدخل عليها في الانترنت، الشر اللي في المجلات وبعض الجرائد، الشر تيجي تقول له تحفظني من الشر. الصديق يرى الشر فيتوارى. بعد رجلك عن الشر لتنظر عيناك امامك واكفانك قدامك مستقيما. مهد سبيل رجلك والرب هيثبت ويثبت كل طرقك. بعد عن الشر، اهرب من الشر، اطلب الرب ليجنبك كل شر في بيتك وفي اسرتك وفي مجتمعك وفي علاقاتك. توارى، ابتعد، تجنن، حيد عن الشر، افعل الخير، ارعى الأمانة. ساكن في بيت، ساكن في أرض، ساكن في عمل، ساكن في خدمة، اسكن الأرض وارعى الأمانة. تلذذ بالرب ويعطيك سؤل قلبك. قل له يا رب احفظني من كل شر، واحفظني من كل شبه شر. في برنامج مستني ايه وامام المبتدعين شو على قلبي، اصلي معاك وانت في مكانك. اسكب قلبك، اسكب قلبك وانت موجود في مكانك، واطلب الرب. يا إلهنا، يا حبيب قلوبنا، بكل احترام وتقدير، بانكسار قلب وانصحاق، نأتي إليك في هذا الوقت. يا سيدنا الرب الكريم، كل مشاهد موجود معنا في هذا الوقت يرى الشر من حوله، يفكر في الشر، يخاف على بيته وعلى أولاده. احفظه من كل شر، احفظه من كل شبه شر، احفظنا جميعا من تأثير الشرور التي حولنا، من كل اختراع للإثم والأفكار الرديئة والغش، احفظنا في رضا. أبانا، نطلب هذا في اسم الرب يسوع المسيح، استجب. الرب معك. نشوفك في الحلقة القادمة في برنامج مستني إيه.